الزمالك بيواصل الانتصارات في الدوري المصري وبيفك العقده بتاعه انه ما بيكسبش في اسماعيليه الاسماعيلي من 14 سنه. اخر مره كسبنا فيها الاسماعيلي في اسماعيليه كان موسم 2007 2006، اسماعيليه كسبنا ساعتها 1-0. النهارده جينا وفي اسماعيليه نكسب 2-1 في مباراه ادائها باهت جدا من الزمالك وعلامات استفهام كبيره جدا على لاعبين كتير في الزمالك. هنتكلم على كل حاجه بالتفصيل النهارده في الماتش، سواء على اللعيبه او على التكتيك بتاع المدرب ككل. هنتكلم في كل حاجه بحلقه النهارده، ضربات جزاء غلط، ضربات جزاء صح، تكتيك، لعيبه، كل حاجه. فقبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك على الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول. يلا رجاله، ده فاضل ايه 17 مشترك ونوصل 2000 مشترك، فيلا ساعدونا نحقق الهدف ده قبل ما يخلص شهر 2. فيلا بينا نخش بالحلقة. الزمالك بدأ النهاردة بال4-2-3-1 وبدأ بتشكيل قريب جدا ان هو اللي يبدأ ماتش الترجي اللي هيتلعب يوم الجمعة اللي جاية. الزمالك بدأ بمحمد ابو جبل بحراسة المرمى، قدام محمد عبد الغني، محمود علاء على الشمال، عبد الله جمعة على اليمين، احمد عيد اللي في نص الملعب، طارق حمد فرجاني ساسي، قدامه اوباما على الشمال، بن شرقي على اليمين، ونجم قدام مصطفى محمد. الزمالك مشكلته كانت باينة وواضحة جدا في طول المباراة، هي كانت مشكلته في حاجتين اتنين وكان المفروض يصلحهم، مش عارف ازاي كارترون ما حاولش يصلح الحته دي. ان الحاجه الاولى ان انت نص الملعب بتاعك دفاعيا متاخد ككل، يعني انت نص الملعب بتاعك دفاعيا كان مدبولي مباح، كان مدبولي بيعرف يعدي منه كده كده، ولما كان فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي الاثنين حد فيهم بيضم نص الملعب بيعرف يعدي منه بسهوله. ليه؟ لان انت بتدافع في نص الملعب بطارق حامد لوحده، في جانب اساسي ما بيدافعش في الناحيه، ما بيحاولش ان هو يرجع يدافع ويرجع يساعد طارق حامد في الناحيه الدفاعيه. هو في جانب اساسي ولا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيرمي سرهات ولا بيعمل اي حاجه، في جانب اساسي اللي بيعمله انه بياخد الكوره يبطئ الهجمه يعمل ميس باس، ده بس اللي بيعمله في جانب اساسي. مش فاهم في ايه جوه دماغ في جانب اساسي. عايز تمشي اتفضل امشي، عايز تمشي في رجال اساسي خلاص زي من الزمالك وعايز يمشي يتفضل يمشي. كان عنده يناير ما مشيش ليه؟ يعني كان عنده يناير ما مشيش ليه؟ ما جابش عرض محترم للزمالك ومشي ليه؟ ليه شلل؟ كل الكره تيجي في رجله ولازم يمسك الكره ويبطئ اللعب، ولازم يمسك الكره ويعمل ميس باص. النهارده في رجال اساسي عمل ميس باص كتير جدا كتير جدا، وعنده لمحات، يعني تلاقي يعمل بتاع 5-6 ميس باص ويجي في كوره يعمل لك سرو حلو، 3-4 ميس باص ويجي كوره يعمل لك سرو حلو. ليه ما تلعب على طول كده؟ ليه تعمل شلل؟ ليه تشل الفريق؟ ليه تشل حركه الفريق؟ الزمالك ككل كان قدام الاسماعيلي الشوط الاول مخلي الاسماعيلي قادر هو يهاجمه اكتر. الاسماعيلي كان بيهاجم الاطراف سواء فخر الدين بن يوسف من ناحيه الشمال او عبد الرحمن مجدي ناحيه اليمين، وكان بيضغطوا جدا على الاطراف، وكان محمد الشامي كمان كان بيضغط جدا على احمد عيد، وكان الناحيه الثانيه عبد الرحمن مجدي ضاغط جدا على عبد الله جمعه. دي حاجه معروفه، معروفه ان الزمالك يبقى مضغوط من الاطراف، يبقى مضغوط من الباكات، فانت المفروض تقفل الباكات. فانت بادئ الماتش باثنين لعيبه مش بيدافعوا اصلا، اللي هو محمد ونجم وبن شرقي، الاثنين ما عندهمش الحته اللي هو يرجع يدافع وان هو يرجع يقف دفاعيا، ما عندهمش الحته دي. ما بالك انت يعني نص الملعب متاخد منك وكمان الاطراف مباحه، فانت ايه يا معلم؟ والناحيه الهجوميه مفيش شكل، اللعيبه كانت بتحاول نوعا ما تقرب الخطوط من بعض وتحاول تقرب من بعض في مناطق من الملعب، لكن مفيش ترابط، مفيش ترابط، مفيش اللاعب اللي يربط ما بين مثلا لعيبه نص الملعب ولاعيبه الهجوم، واللي هو حلقه الوصل المفقوده في الزمالك واللي هو يوسف اوباما. يوسف اوباما ولا بيهاجم ولا بيدافع ولا بيشوط ولا بيرفع ولا بيباصي ولا بيعمل اي حاجه، ولا يضع الوشم ولا يشرب الخمر ولا يمارس كره القدم. اوباما ما بيمارسش كره القدم، اوباما بيمارس حاجه ثانيه. انا عم بقول النهارده بس بيمارس حاجه ثانيه، اوباما لاعب مش مكانه، مش حتته اللي هو يبقى صانع العاب واللي هو ينزل ياخد الكوره من لعيبه نص الملعب ويلف ويبص بقى ويرمي سرهات والكلام ده، مش بتاعته، مش بتاعته، مش بتاعته خالص. هو يلعب لك اللاعب فولس ناين، المهاجم المتاخر اللي يجي لك من ورا لقدام ويبقى مهاجم ثاني، لكن يبقى صانع العاب ويعمل مهام صانع العاب مش بتاعت اوباما، ومش هيعملها اوباما، مش هيعملها قدامه. واتكلمت في الحلقه اللي احنا ازاي نعدي شهر فبراير بسلام، قلت المشكله في صانع العاب، ما تلعبش باوباما، العب ببن شرقي وخلي نجم وزيزو اطراف، العب ببن شرقي الحته دي، بلاش اوباما،
ليه مصمم ان انت تلعب امامه؟ مش عارف. يا رب في ماتش الترجي بتاع يوم الجمعه الجايه ما الاقيش امامه بقى، ما الاقيش امامه في نص الملعب واللعب بتشجع. حتى التغييرات اللي حصلت، انت التغييرات اللي حصلت خرجتش امامه برده في الشوط الثاني، هنجي لها بعد شويه. الشوط الاول انت جات لك ضربه جزاء، جات ضربه عليك ضربه جزاء من وجهه نظري لما شفتها في اول مره، يعني اول لقطه لما شفتها لما مجبولي قطع ومحمد واحمد عيد لمسوا كده في الاول على طول قبل ما اشوف الاعاده، قلت ضربه جزاء صحيحه. كنت قاعد مع اصحابي حتى قلت لهم لا ضربه جزاء فعلا. بس بعد كده لما شفتها في الاعاده وشفتها في الاستوديو لما اتعادل كذا مره، لا مش ضربه جزاء، هي ما لمسوش، هو يا دوب بس لمس، يعني مجبولي ابتدى في لمس بس، يعني ابتدى يحرك ايده احمد عيد ناحيه مجبولي، مجبولي وقف ورفع ايده وابتدى يقع في الارض، ومحمود عاشور ما استناش اصلا من تيت صفر ضربه جزاء. دخل بقى محمد جاب جون كانت هتصد من ابو جبل، بس قدر الله ما شاء فعل جاب جون. وبعديها على طول في ضربه جزاء واضحه وصريحه لمصطفى محمد ما اتحسبتش، الكره بتتلعب، استلم مصطفى لمسها برجله، اللاعب بتاع الاسماعيلي دخل شال رجله الثانيه الثابته، ما اتحسبتش ضربه جزاء. بعد كده خلص الشوط الاول 1-0 للاسماعيلي، واداء باهت جدا للزمالك، ولا عارف يدافع ولا عارف يهاجم ولا عارف يعمل هجمه منظمه ولا عارف يعمل اي حاجه. كان كل لعبه اللعب الطويل، الكرات الطويله، الكرات الطويله على كرات طويله لمصطفى محمد، على كرات طويله لمصطفى محمد، او على كرات طويله للاطراف. ده اللي كان بيعمله طول الشوط الاول للزمالك. الشوط الثاني بتاع الزمالك كنا بنحاول يبقى فيه ترابط شويه ما بين الخطوط، حاولنا ان احنا نقرب الخطوط من بعض اكتر، المدافعين ونص الملعب والمهاجمين، ابتدى يبقى فيه كومباكت شويه، ابتدى فيه ترابط ما بين الخطوط، ما بقاش فيه بعد. كان الشوط الاول كان فيه تعادل بين الخطوط، كان فيه فرق ما بين الخطوط، لكن الشوط الثاني الخطوط ابتدت تتقرب نوعا ما شويه من بعض. اي نعم في برده شويه لعيبه في الملعب انت مش محتاجها زي اوباما زي فرجاني ساسي، اللعيبه دي كانت محتاجه تطلع من الملعب بسرعه، انت فضلت مخلي اللعيبه دي 90 دقيقه في ماتش حرس الحدود، انت ما دخلتش ساسي السكور اصلا. جيت النهارده قدام الاسماعيلي في اسماعيليه وماتش مضغوط وكسبان او خسران 1-0 ومحتاج ان انت ترجع ما تخرجش ساسي اللي هو اصلا بيبطئ لك الهجمه، العقل التفكير التفكير، انت 1-0 ومحتاج ترجع. نعم ضغطت عليهم، ضغطت على الاسماعيلي في نهايه الشوط الاول على استحياء، بس الشوط الثاني ضغطت ابتديت تضيع، مصطفى محمد ضيع واحدة ونجم ضيع واحدة، ابتديت تضيع وابتديت تضغط إلى أن لما جبت الجون بقى الدقيقة 59 أو الدقيقة 61 الزمالك جاب الجون الأول عن طريق محمد النجم. هي ثلاث باصات، ثلاث باصات تك، الكرة جت من المدافعين اللي جت لسيسي، سيسي تك تديها سروم معلم لو نجم، ونجم استلم رفع أوباما لوحده خالص تك جول. 1-0 1-1 تعادلنا، رجعنا في الماتش تاني 1-1. بعد 1-1 الريتم ابتدى اللي هو بقى اطمئنان، اللي احنا اتعلمنا تعال نلعب بالراحه ما نبقاش مستعجلين، ابتدى نحرك كوره على الارض بالراحه، ابتدى نتحرك بالراحه مش مستعجلين ان احنا نجيب الجون الثاني. الى ان ما جبنا الجون الثاني من ضربه جزاء، ضربه جزاء مش شفناهاش مباشر اصلا، يعني اتفاجئنا ان هي مره واحده كان فيها اعاده اللقطه، بعد كده رجعنا لقينا ايمن الكشف بيقول لك ضربه جزاء للزمالك، ضربه جزاء احنا ما شفناش حاجه اصلا. بعد كده ما اتعادل برضه ضربه جزاء من وحي الخيال، يعني برضه ضربه جزاء من وحي الخيال، هو هنا في ضربه جزاء للاسماعيلي من وحي الخيال، وهنا ضربه جزاء للزمالك من وحي الخيال، مع ان في ضربه جزاء صحيحه على الزمالك ما اتحسبتش، بس ضربه الجزاء اللي اتحسبت مش ضربه جزاء. محمد فوزي منع بس مصطفى محمد، مصطفى محمد نط حرفيا في منطقه الجزاء واتحسبت ضربه جزاء. تقريبا محمود عاشور بيحسب ضربات الجزاء الغير صحيحه، بس اي حاجه غير صحيحه بيعرف يحسبها، فاتحسبت ضربه الجزاء ومحمود علاء دخل حطها بمعلمه، ودى محمد فوزي في حته وحطها في حته، وفي ظرف 7 دقائق الزمالك حاول تاخره من 1-0 لفوز 2-1 او تقدم 2-1. بعد ال 2-1 الريتم هدي خالص، ابتديت هد الريتم، ابتديت نمسك الزمالك يمسك كوره على الاسماعيلي، ابتدى هد الريتم على الاسماعيلي، الاسماعيلي ابتدى يعمل تغييرات بقى، يعمل تغييرات قبل الجون التعادل وجون التقدم، طلع دونجا جوميز ونزل بدل محمد بيومي، دونجا اتصاب تقريبا او لا عماد حمدي اتصاب ونزل بداله محمد بيومي، محمد بيومي اتطرد اصلا في اخر الماتش، فنزل محمد بيومي. بعد كده بعدها بشويه نزل محمد صادق، وبعد كده نزل شيلونجو في اخر الماتش، بس التغييرات بتاعت الاسماعيلي كانت نشطت الهجوم شويه عند الاسماعيلي، محمد صادق وشيلونجو نشط الهجوم شويه عند الاسماعيلي في اخر الماتش، وخلى فيه ضغط على الزمالك، والزمالك كان مضغوط في اخر الماتش. تغييرات الزمالك بقى كويسه جدا، يعني كارترون مغير تغييرات كويسه، اللعيبه اللي نزلت من بره كويسه، بس اللعيبه اللي خرجت من الملعب مش ده اللي تخرج. انت كنت المفروض محتاج تغييرتين تحصل، تخرج اوباما
وتخرج اوناجبو، او مش عايز تخرج اوناجبو تخرج فرجاني ساسي، تخرج اوناجبو اوباما وتنزل مصطفى محمد وزيزو وتدخل بن شرقي كصانع العاب بدل اوباما، وتخلي زيزو ناحيه الشمال ومصطفى محمد مصطفى فتحي ناحيه اليمين، وتلعب كده بقى وتضغط على الاسماعيلي وهما الاثنين مهاريين. مصطفى محمد، مصطفى فتحي مهاري جدا ويعرف يقف لك على الكوره ويضغط على الباكات بتاعت الاسماعيلي، زيزو قوي جدا وسريع، بن شرقي يعرف يعمل لك الدور بتاع صانع العاب ويعرف يعمل لك حاله الوصل بين المدافعين وبين المهاجمين. ما حصلش ده، خرج كارتيرون، خرج ونجم، وخرج بن شرقي ونزل زيزو ونزل مصطفى مصطفى تاني، خرج لعيبه مركز من مركز، ما عملش شغل تكتيك في الملعب. لما نزل مصطفى محمد ونزل زيزو اتغير الشكل دفاعيا والشكل هجوميا. دفاعيا لان مصطفى محمد وزيزو ابتدوا يرجعوا يدافعوا مع عبد الله جمعه واحمد عيد، وهجوميا زيزو ومصطفى محمد صراع وبيعرفوا عندهم سنه مهاره. التغييرين كويسين. بعد كده انت جيت في اخر الماتش خرجت مصطفى محمد ونزلت قسم غفايه من الحته اللي انت بتريحه لماتش الترجي. بس الزمالك مش مطمن، مش مطمن له. الزمالك مش مطمن له. الاداء اللي احنا شفناه الشوط الاول ضد الاسماعيلي مش عارف، مش عارف هل الاداء ده هيبقى ضد الترجي. كارتيرون طلع في المؤتمر الصحفي بعد الماتش قال لك ان الاداء هيبقى مغاير، او التجهيزات لماتش الترجي هيبقى مغاير، والتشكيل اللي اتلعب بيه ضد الاسماعيلي مش هو يبقى 100% اللي هيتلعب بيه ضد الترجي. يا رب كارتيرون ما يقلفش ضد الترجي، يا رب الترجي يعمل ماتش كويس. الزمالك النهارده في الشوط الثاني نوعا ما عملنا شكل كويس، شكل مش اداء، شكل كويس للزمالك بقى عندنا نوعا ما في شكل. انت بتلعب 4 4 1 1 وبتعمل شكل دفاع زون ديفنس وبتلعب على الهجمه المرتده كونتر اتاك. كان شكل واضح للزمالك في الشوط الاول، كنت بتلعب حنجيله بقى اللي انت يلا رجاله انتوا ايه لعيبه كبيره بقى ومش لازم اديكوا تعليمات فانزلوا العبوا اللي انتوا تلعبوه. لكن الشوط الثاني لا، الزمالك بقى عنده نوعا ما شكل، انت بقى عندك شكل دفاع وبتلعب على الكونتر اتاك عكس الشوط الاول. يا رب ضد ضد الترجي يبقى عندنا شكل، عندنا شكل، عندنا اسلوب، ونعرف نفرض اسلوبنا على الترجي وما نلعبش اللعب اللي احنا لعبناه الشوط الاول ضد الاسماعيلي. فوز مهم، فوز معنوي مهم، يدي ثقه للعيبه، ثقه للعيبه سواء في الدوري او ماتش السوبر، سوبر مصر او السوبر الافريقي، بس ثقه للعيبه، لعيبه الثقه عندها تزداد، الانتصارات تفضل متواليه، ان انت تكسب حرس الحدود وبعد كده تكسب اعداء الاسماعيلي وتخش على ملعكه بقى ترجي في اهلي في اهلي في ترجي في ترجي. فانت ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، والزمالك يعمل اداء كويس ضد الترجي. بس في الاول وفي الاخر ده كان رايي في مباراه الزمالك والاسماعيلي. قول لي رايك انت بقى في الكومنتس في مباراه الزمالك والاسماعيلي، وقول لي توقعاتك كمان، هل الزمالك قادر انه يرجع وينافس على الدوري، ولا خلاص الدوري راح للاهلي والزمالك يركز انه يصعد افريقيا ويصعد دوري ابطال افريقيا السنه الجايه؟ قول لي رايك في السؤال ده في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في قناه اشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقيها في الديسكربشن تحت، فيسبوك وتويتر وانستجرام، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.